عادل شال ايده من الموضوع. ده عادل الجديد هو بيشيل ايده ونصحني ان انا اجي لك. مستغرب ليه؟ لا ابد. كم باختصار الموضوع، شنطة المخدرات بس مين ملوش علاقة بيها. صاحبي اللي هو صاحب الشنطة اصلا. انت ايه خلاك تقول انها مش بتاعتي منك؟ اذا كان الولدين نتيجة تحليل المخدرات بتاعتهم ايجابية. انت عرفت منين؟ كل خرابة ليها فيها عفريت. المهم انت ليه مصدق ابنك كده؟ عشان ابني؟ ما عنديش اجابة تانية ممكن اقولها. مفيش حل ان لازم اخرب الموضوع ده بأي شكل. ما تقلقش، ما يعني اصلا مفيش علاقة بين موضوع الحادثة وموضوع المخدرات، مفيش أي ورقة في القضية تتكلم عن موضوع المخدرات ده.